يعني ايه تزحزح الفقرات؟ عشان نوضح الموضوع ده لازم نفهم التشكل الطبيعي للفقرات. مفروض ان الفقرات كل فقرة فوق التانية فوق التالتة فوق الرابعة واخدين شكل طبيعي فوق بعضها. تزحزح الفقرات معناه ان فقرة تبقى مزحزحة لقدام او لورا عن مكانها، واحنا بنقسمها درجات طبقا لنسبة التزحزح، يعني 25% في اقل في درجة اولى، 100% بتبقى الدرجة الرابعة. وده في معظم الاحيان بيعمل الم مزمن في الظهر وضيق في القناة العصبية وبيضغط على الاعصاب. فلو حد عنده المشكلة دي والعلاج التحفظي مش جايب معاه نتيجة، فللأسف بنلجأ للجراحة، والجراحة بتبقى عبارة عن ان احنا بنرجع الفقرات دي لمكانها وبنثبتها في الفقرة اللي تحتيها علشان الالم يختفي، وبنوسع مكان القناة العصبية علشان نودي الم الاعصاب ده. فده ملخص بسيط عن تزحزح الفقرات.